بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم نعيش الذكرى السنوية الأولى لفاجعة مقتل فقيه من أكابر فقهائنا وعلم من أعلامنا، جريمة قتل الشهيد آية الله نمر باقر النمر. ماذا يعني إلينا هذا الشهيد العظيم؟ بعجالة، أول ما يعنيه الشهيد العظيم آية الله الشيخ النمر هو أنه جابها وصدح بالحق وكلمة الحق، وكان عالما ربانيا بكل ما للكلمة من معنى، لم يضعف لم يهن، بكل قوة وإيمان وثقة. عندما وجد وظيفته الشرعية وتكليفه الشرعي في الوقوف أمام السلطان الجائر الظالم الفاسد، شمر عن ساعد الجد بكل وعي وإخلاص وتفاني، وقال كلمة الحق وصدح بها دون تردد ودون شك، وأصبح رمزا للأحرار في العالم، وأصبح رمزا للشرفاء في العالم. يعني لنا آية الله الشهيد الكبير نمر باقر النمر أن مواجهة الطغاة ووضع حد لفسادهم واستبدادهم وطغيانهم أمر ممكن. يعني لنا الشهيد النمر أنه قدم دمه وأعز ما يملك من أجل الكرامة ومن أجل الحرية ومن أجل العدالة الاجتماعية، وأصبح قدوة لنا جميعا أن بإمكاننا أن نحقق التغيير وأن نحقق ما نتطلع إليه جميعا. ثانيا، لقد دافع الشهيد النمر عن شعبنا في البحرين، ووقف بكل قوة وبسالة وشجاعة ليقول كلمة الحق. واليوم لا بد لنا أن نتذكره وندين له بهذا الموقف الشجاع وهذا الموقف الذي اتخذه من أجل نصرة شعبنا ومن أجل تأييده في مشروعه العادل بتحقيق نظام سياسي يحقق العدالة الاجتماعية. أدعو للمشاركة الكبيرة والواسعة في كل وقفة وبرنامج يحيي ذكرى هذا الشهيد، ليحيي فينا روح الحرية والكرامة، ليزرع في قلوبنا الشجاعة في مواجهة الظلم والاستبداد والفساد، وأنه طريقنا لا أقل، لنرد جزءا من جميل عطاء هذا الرجل لأمته ولشعبنا بالتحديد. لا تقصروا في نصرته وهو شاهد وشهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.